أنا مولد من مواليد المحرق، مدينة المحرق بالتحديد في فريج يسمونه فريج من فريج علي راشد فخرو، وهذا طبعا الفريج أو المنطقة اللي احنا يعني سكناها من جدودي في هذه المنطقة، هي المنطقة اللي يعني على شارع ولي العهد في محرق اللي تمتد من مجلس بن هندي جنوبا إلى نهاية هذا الطريق. هني فريجي يعني اللي عشت فيه طفولتي، يعني احنا مجلس بن هندي قريب من 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 بيتنا، يعني الجزء ذي الشمالي من فريج يسمونه فريج بن هندي. وطبعا المنطقة ذي في شبابي وأيامي ذي يعني في طفولتي من الحوادث الكبيرة اللي حصلت هي حريقة صارت في هذه المنطقة، حريق كبير دمر مجموعة من المباني الشعبية البرستج المبنية من سعف وكذا. فهذه طبعا الفترة أدت إلى يعني هجرة أو ترك المنطقة من ساكنيه اللي كانوا يسكنون فيه من الفلامرزي، من عائلة الفلامرزي، وانتقلوا إلى منطقة بسيتين. هذه طبعا الحدث كان في بداية الستينات. وطبعا هذه المنطقة اللي أنا عشت فيها يعني كانت العلاقات بسيطة، علاقة الناس، علاقتنا ببعض الجيران أهل، البيوت والأبواب البيوت مفتوحة، كل يحتمي في ظهر الآخر، كلنا أهل وجماعة. يعني أنا من في هذه الفترة بعد ما ابتديت أدرك وابتديت صارت عندي احتياجاتي الخاصة، وهذه من يعني كان في عمر في الأول إعدادي ثاني إعدادي، ظروفنا الاقتصادية يعني إمكانيات المادية في البيت للأسرة قليلة بسيطة، ودخلت الكهرباء وذي صارت المصاريف مختلفة. صحيح الماي في البداية كان 400 فلس وصار 800 فلس وصار وايد، يعني 800 فلس في الشهر ما في يعني عداد ولا حاجة، بس انت رسم مدفوع يعني ومقتطع. فالوالد اقترحت يعني انا ابتديت يعني اروح السوق مع الوالدة اشتري بعض الحاجات البسيطة، مكسرات يعني حلاوة ها علوج احنا نقول، واقعد عند باب البيت وابيع ها يوم ادخل 100 فلس 200 فلس 300 فلس. وتطورت العملية، وبرمضان ابيع باجلة الفول. وتطورت العملية يعني من بعدها عقب ما جمعت شوية دراهم فلوس، احنا نقول ربية ربيتين ثلاث ربيات، امي راحت تعادلت مع نجار فسوالي عربة، وكانت عندي عربة وفيها هذه يعني مقسمة ذي وابيع فيها يعني النخي والباجلة والفول المحمص مش مطبوخ، محمص جاف ومحمص ها، والنقل ونقول عليه الحب الفساد، يعني الحاجات دي البسيطة اللي حق الأطفال وماشي. وأيام الأعياد نبيع اليانصيب والحاجات الشغلات يعني البسيطة، و يعني استمريت على هالشكل هاي في بدايتي. وبعدين يوم دخلت في مرحلة أول ثانوي والتوجيهي، يعني من ثاني ثانوي إلى التوجيهي، لأن إحنا مراحل الثانوي أول ثانوي وثاني ثانوي وتوجيهي، ما في ثالث إعدادي، كان أول إعدادي وثاني إعدادي. فكان أيضا
شلة ربعي أصدقائي كان بعضهم من أهل المنطقة من أهل الفريج الحارة، وبعضهم من مناطق مختلفة في محرق، يعني من شمال من الجنوب ومن مناطق توزعت دائرة المعارف بخب، يعني من باب إن إحنا ابتدينا نلتقي في المدرسة ونتعارف وصارت عندنا علاقات يعني شخصية مع يعني أفراد مختلفة من غير منطقتنا، وصارت علاقات أخوية لدرجة أن عندي أنا واحد صديق الله يرحمه توفى في حادث كان عزيز علي، عزيز لدرجة أنه كثير أثر على مسيرة حياتي، اسمه عبد الرحمن حاجي، حاجي عبد الرحمن، هذا خال الفنان راشد الماجد، هو يصير خال الفنان راشد الماجد، وأنا حضرت زواج أبوه راشد الماجد قبل ليي، ومن الصف الثاني ثانوي أنا رحت السعودية أشتغل في الصيف للظروف الصعبة شوية، في الصيف رحت عن طريق اللنجات السعودية أشتغل في السعودية في الصيف فترة إجازة الصيف، واشتغلت في جامعة البترول والمعادن في بداية التأسيس بداية البناء، اشتغلت فراش أسوي شاي وأسوي قهوة، وكان في شركة يسمونها شركة تيسي جندان، شركة جابانية اللي بنت الجامعة، واشتغلت وياهم، اشتغلت 3 شهور، ويعني روحتنا كانت عن طريق السفن فرضة المنامة إلى فرضة الخبر، واستقرينا في الظهران وقت قديش يعني ساعتين تقريبا ساعتين وتم هناك الفترة كلها 3 شهور كلهم 3 شهور كلها وترجع زين بعد، وبعدين عقب ما خلصت الثانوية العامة مباشرة كان يعني الآن الوظيفة الحمد لله والشكر لله الكريم، يعني رحمة من رب العالمين الله يسرها، يعني كان ذاك الوقت يعني أنا أتكلم عن السبعينات 70 بالضبط، الوظائف متوفرة يعني تقدر تنتقل اليوم في شركة بكرة في شركة أخرى موجودة، الأعمال متيسرة، والوالد كلم يعني الأخ علي بن محمد بن عتيج، هذه طبعا أنسباننا أهلنا يعني، إنه يشوف لي شغل في وزارة التربية والتعليم، واستانست أنا قلت أحب أصير مدرس، بيعينوني مدرس أكيد، فطلع قبولي بالفعل الحمد لله، حصلت لي وظيفة لكن مو مدرس، مع العلم إن أنا درست طرق تدريس، عندي شهادة في 69 شهادة متخرج، يعني درست طرق تدريس، و 68 يعني خلصت 69 وتخرجت من التوجيهي في 70 71 11 يناير 71 طلع تعييني في متحف البحرين في المتحف في القسم الآثار، كان في قسم في الآثار مش مدرس بس الآثار كانت تبع وزارة التربية والتعليم، كان الآثار قسم في وزارة التربية والتعليم، وكان مديرنا أخ عزيز الله يذكره بالخير، يعني راح عايش في قطر الآن، اسمه عبد العزيز فخره، كان أستاذ يدرس في المعهد العالي للمعلمين، أخو الدكتور علي فخره، أخو خليصة الآن في قطر عايش، راح يدرس ماجستير بعثت الدولة الوزارة على أساس يدرس ماجستير في بريطانيا، راح ما رجع، فكان البديل كان بحثنا عن بديل عندما اشتغلت أنا في المتحف، اشتغلت في المتحف في الفترة ذي 11 تاريخ 11 1 يناير 1971
وشغلتي كانت بسيطة، أن أفتح المتحف الصبح وألاحظ القاعة. كان افتتاح المتحف كان مباشرة أو بمناسبة عقد أول مؤتمر للآثار في البحرين. وهذا المؤتمر اللي عقد في البحرين، أول مؤتمر للآثار، كان في شهر مارس 1970، وفي فترته صدر أول قانون للآثار. وهذا المتحف كان في مبنى دار الحكومة القديم، كان في زاوية من زوايا المبنى، وكنت أنا موجود هناك. كان عندي يعني عينوني في المتحف، وكان نشاطي أن أنا من الصبح أكون موجود، وفي يعني في زاوية من زوايا المتحف كان قاعة واحدة، وكان نشاطي أنا أبيع البوسكارد، معالم أثرية وسياحية معالم البحرين، وأبيع الكتب لها علاقة بتاريخ البحرين. يعني من ضمن الكتب اللي كنا نبيعها Looking for Dilmun، اللي هو البحث عن دلمون، اللي طبعا مؤلف ماله جيفري بيبي، هذا أول باحث آثار، واشتغلت وياه أنا آخر سنة من السنوات. عموما استمرت في العمل في المتحف يعني كمراقب وكذا، لأن كان المتحف يجيبون له طلبة وطالبات المدارس، ومتحف صغير يعني، وإحنا من ضمن الناس يعني أنا واحد من ضمن الناس المراقبين، وكان الموظفين عددنا إحنا 4 فقط بالتحديد 5، لأن عقب توظفت الشيخة هيب بنت علي آل خليفة. واستمرينا نشتغل في المتحف، والأخ علي عتيق، علي بن محمد عتيق الله يذكره بالخير يعطي الصحة والعافية، كان هو الكاتب، هو الموظف المسؤول عن كتابة وطباعة المراسلات، وكان يشتغل أول في الإدارة المالية وشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم، ونسبوه ويا المتحف يعمل. زين بقى المتحف بعد ما راح عبد العزيز فخرو وترك البحرين، فتم استدعاء أو التعاقد مع مدير دكتور عراقي اسمه عبد القادر التكريتي، عراقي، وبدأ يدير الآثار، إدارة الآثار في المتحف، واللي هو المتحف القديم اللي في دار الحكومة. وأيضا كان موظف آخر يسبق الدكتور عبد القادر التكريتي اسمه الأستاذ فايز الطراونة، أردني، وهذه كان عندما كان قسم للآثار كان هو مسؤول عن الحفائر والتنقيبات في البحرين، هذا فايز. وطرح علي فايز الله يرحمه بعد هذه توفي فكرة إن أنا ليش ما يعني ما لك شغل، ما عندك شغل هنا في المتحف، يعني تبيع كتب وتبيع كذا، ليش ما تجي معنا تطلع بالآثار ونشوف، شوف روحك زين تشتغل. فابتديت خلاص وافقت، فكان تصرف لنا بدلات يعني لباس سنوي، يعني بدال القطرة والعقال تلبس لك القميص وتلبس البنطلون ونروح. وابتدينا نشتغل، وكنا احنا طبعا اشتغلنا اول موقع اشتغلت فيه كنا احنا 4 الفريق الآثار والممارسين للعمل. هذا الكلام في 72، في 72 موسم 72 71 72 مواسم الآثار كذا، مثل العام الدراسي يعني 71 72 73 74 هالشيء. ابتدينا أن أول موسم شاركت فيه، وكان الفريق تكون من الدكتور التكريتي عبد القادر وفايز الطراونة والشيخة هيب بنت علي الخليفة الله يحفظها وأنا وياهم. وكانت تتينا سيارة، ما عندنا سيارة أن نتنقل، ما عندنا سيارات. أنا كنت، أنت ما سألتني كيف أنا أشتغل أروح العمل في المنام، ما عندي سيارة، فكنا نروح في البستات، كانت البستات الباصات التقليدية اللي يسمونها الحين سووا لها اسم جنجل باص، لا إحنا ما كان نسمي جنجل باص، نسميه باص عادي نسميه.
وكان محطة الباصات دي عند محطة البترول أو قريب من محطة البترول، قريب من محطة الكهرباء في محرق. وهذه الساحة فيها جانب منها محطة الباصات، والجانب الآخر كان يباع فيه البصل والملح، الملح البحري، الملح ألواح الملح طبيعي ذي الملح، وأيضا البصل والآلو يعني اللي هو البطاطس، وكان سوق كبير ويبيعون بعد يعني بالمن يعني الوزن الإنجليزي بالرطل والربعة وكذا. فكان يعني هذا السوق حافل، وني في الباص أركب الباص وأروح هناك. نرجع حق المسألة كيف أنتقل للعمل، كان ينا سيارة، ينا سيارة صغيرة موريس، سيارة موريس صغار يعني احنا نقول سيارة صغيرة مشكنمة، ها تنقلنا احنا الأربعة. الشيخة هي الله يذكرها بالخير تقعد عند السواق في الكرسي الأمامي، وإحنا ثلاثة نقعد بالخلف. أول يمرون علي يأخذني السواق، كنت ساكن في الحالة في ذاك الوقت، انتقلنا، هلي انتقل الوالد شرى بيت في الحالة أكبر وانتقلنا. فكان يأخذنا السيارة الموريس وننتقل، نمر نأخذ الشيخة هي وننزل، بعدين نأخذ الأخ فايز، أستاذ فايز كان ساكن في محرق، وبعدين ننتقل إلى المنامة خلف وزارة التربية والتعليم، المبنى القديم مال وزارة التربية. كان هنا مبنى خاص ل يعني المشرفين وال يعني العاملين في وزارة التربية يعني العرب كانوا موجودين، ما زال المبنى موجود بس ما يندرح موجود فيه. فكان الدكتور عبد القادر التكريري ساكن هناك، فمر عليه ونروح الموقع. فأول موقع اشتغلت فيه كان في دراز، واكتشفنا مدينة دلمونية في ذاك الموقع، واشتغلنا في الآثار في ذيك المنطقة. من الأمور يعني اللي تحتاج يعني لازم أذكرها، يعني احنا متعودين طبعا تودينا السيارة الوزارة، وطبعا دوام الموظفين والصباح اللي يختلف السواق العصر، لأن الدوام للساعة 12 كان والساعة 1، 12 كان الدوام مري واحدة للساعة 1 كان الدوام. فعاديين مال السواق مال الفترة المسائية يوم من الأيام الظهر نسون ما ترسلنا سواق، وهذه المنطقة تعتبر احنا نتحدث عن 72 مقطعة، منطقة مقطوعة، سيارات الأجرة قليلة ما فيش، يعني انت إلا باتفاق أو واحد جاي في ذي المنطقة، لأن شارع البديع ذي ما كان مثل شارع البديع الآن، الحمد لله اليوم احنا في نعمة شوارع يعني طريقين، كان الشارع واحد. فنزلنا من موقع اللي ينا فيه على العادة عندما تأخر، وصار أكثر من ساعة ما وصلت السيارة، عادة احنا قبل نهاية الدوام يعني بربع ساعة موجود السواق ينتظرنا، صار أكثر من ساعة وماية. فطلعنا على ناصية الشارع ننتظر، فيعني تصور ان احنا حصلنا سيارة يعني بالصدف انقلتنا وزعتنا يعني ومياتنا سيارة، والشيخة موجودة ويانا الله يذكرها بالخير، يعني عانت شيخة هي ذي من الناس اللي يعني قدموا خدمة كبيرة بالنسبة لمجال الآثار، يعني تقاد يعني انا اعتقد ان احنا يعني الآثار ذي تحملتها هذه المرأة في ذيك الفترة، نتكلم عن السبعينات يعني شيء كبير، يعني السبعينات هذه يعطيك يعني أنت ترجمها من جانب الآخر، أن في أمان في البلد، في تعايش، في محمة ما بين الناس، يعني صح أنت تخاف على غيرك، يعني تخاف على نفسك وتخاف على المرأة، لكن مع ذلك يعني أكدت الأجواء يعني الحالات اللي مرت علي أنا شخصيا وعلى غيري أيضا، بأن البحرين كانت يعني عادي، ما حد يفكر أنه يعني يمكن الخوف موجود، لكن الخوف
يعني من فطرة في الإنسان، لكن ما كان في خوف، يعني ما في حوادث صارت بسبب يعني أن أنت جيت في ذي المنطقة ولا انتقلت إلى ذي المنطقة، ما في خوف. الخوف مفتعل في الوقت الحاضر، والله يعيد يبعده عني إن شاء الله، ما نخاف من بعض، كلنا حبايب في هذا البلد. ابتديت أنا أتنقل أنا شخصيا من موقع إلى موقع، يعني تقريبا أنا يعني جميع المواقع التنقيبات في البحرين كلها على اطلاع بها، ومارست العمل الميداني فيه. يعني من بعد انتقلنا إلى موقع آخر اسمه الحجر، قرية من قرى البحرين اسمه الحجر، فيه موقع آثار، موقع آثار مهم، واشتركنا فيه مع بعض واكتشفنا فيه الآثار. فأنا يعني يمكن جزئية أشرت لها اللي هي تقريبا أكثر من 90% من الآثار المخزنة والمعروضة في المتحف من اكتشافات فترتنا احنا، الفترة ذي اللي احنا مارسنا فيه العمل. لأن من بعد ما قادر الدكتور عبد القادر التكريتي الشيخة هي صار أصبحت المديرة، وهي أول يعني قامت بدور كبير في إنقاذ الآثار في طريق جسر الملك فهد. هذا الشارع عبر على مجموعة من الآثار تم إزالتها بعد ما قمنا بتنقيبها، لكن خطة التنقيب أو فكرة التنقيب حفر هذه الآثار اللي هي مجموعة من تلال الآثار واكتشفنا فيه الآثار الكثيرة والمهمة كان بجهود الشيخة هي. يعني حضرت مؤتمر من مؤتمرات اليونسكو وطلبت أن يشكل، اقترحت أن يشكل فريق علمي لبحث الآثار وتنقيبها يشارك فيه خبراء في الآثار من دول العربية، فشارك في هذا الفريق علماء آثار من العراق ومن الأردن ومن تونس ومن السعودية ومن الكويت ومن البحرين، شاركوا فريق كبير واكتشفنا الآثار اللي فيها وشلناها، وموجود معروض، موجود بعضها معروض وبعضها مخزن. فيعني استمرت الشيخة هي طبعا إلى تقريبا إلى فترة تقريبا يعني لي بعد افتتاح المتحف الوطني الجديد. وهذا المتحف أيضا حتى من مقترحات الشيخة هي، المتحف الوطني بمخططاته من مقترح من الشيخة هي بنت علي الخليفة. هذا المتحف كان وزير التربية والتعليم الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة اللي هو ولد عمه، ولد عم الشيخة، أخوه زوجها، زوج الشيخة هي، فوافق على مقترح الشيخة هي وطرح الموضوع الشيخ عبد العزيز الله يرحمه ويتقمد روح الجنة، هذا الوزير الفاضل اقترح على مجلس الوزراء بقيادة المرحوم الأمير الشيخ خليفة أن يبنى متحف، وقبل أن يبنى المتحف خبراء من خارج البحرين يعني أجانب على أساس يفتشون منطقة ملائمة داخل البلد، فوجدوا بأن أغلب المناطق غير صالحة ما عدا مبنى المتحف، هذا اختور عليه كأرض دفنت وبني فيه المتحف، لكن كان أول المقترح هو المبنى لا قصر القضيبية، قصر القضيبية هذا اقترح على يعني الخبير، اقترح أن يكون هذا المبنى، ولكن طبعا ارتعت الجهات أن من الأفضل أن يبقى القصر كما هو، لأن هذا لا قيمة التاريخية كان مقر الحكم، وتلي فيه أول خطاب الاستقلال
والمناسبات الرسمية كانت تعقد في هذه المنطقة. أنت لك يد في مكان المتحف الحالي. فالمتحف الحالي شاركني فيه. أنت لك يد فيه. نعم الحمد لله. فالمتحف الوطني الكبير الحالي شيخة هي ما شاء الله اقترحت أن يبنى ما يختار قطعة أرض واخترنا هذه المنطقة. كان وقتها نادي البحري موجود. فهذه الجزئية اختيرت لتكون يعني اختيرت ليبنى فيه المتحف. فبني فيه المتحف بهذه التشكيلة المربعات اللي تشوفها اللي هي فكرة يعني توحي بأنها يعني مكعبات الكعبة يعني فيه هذه ووزعت الآثار فيها على فترات زمنية مختلفة ويعني أيضا بحيرة فيها كان المفروض هذه البحيرة يعني يوضع فيها عينات من مختلف أنواع الأسماك البحريني. مشروع كبير كان. وأيضا الجانب الآخر اللي هو في حين المسرح الوطني الجديد كان يعني مقر لمهرجان السنوي هو مهرجان التراث وأول مهرجانات التراث مورست في الخليج كانت في البحرين. الدول الأخرى بدأت تهتم بالتراث وتعمل لأنشطة سنوية أخذت الفكرة من البحرين وكنا نشرف على هذا يعني المتحف يعني النشاط الصيفي أو نشاط المتحف ذاك نشاط التراث أو مهرجان التراث سميناه سنوي وللحين لكن يعني راحت بهجته يعني ما عاد كما كان للأسف يعني ما أعرف لكن الحين الآن المشروع اللي قامت فيه وزارة أو هيئة وزارة الإعلام يعني مشروع طيب في جو في ذي المنطقة متحف جيد مهرجان التراث لحين انتقل في نشاط بس ما عاد مثل ذيك الحوية اللي كان في الناس يعني حتى الجسر ذي عمل جسر علوي ينتقال الناس من كثر الناس اللي كانت الناس توقف يعني استخدمت مواقف جامع الفاتح تضع سيارات وتأتي تمشي إلى المهرجان كان يجون من مختلف دول الخليج زوار حتى بس لهذا المتحف التراثي. شوف احنا بشكل عام في البحرين وفي الخليج يعني كون بلادين صغيرة وحياتنا الاجتماعية يعني ما زالت بتقاليدها التراثية القديمة تجد عندنا ولفة غير طبيعية ومحبة لكل شيء تراثي نتسابق له يعني حتى الفنون الشعبية ماخذ حيز من فكر البحريني غير الحين الجيل اللي طلع يعني تعرف مشكلة لأن أنت ما يربطك أو يقوي الانتماء للأرض لك هو تراثك متى ما كان عندك تراث أنت هو اللي يجذبك للأرض ها ويدعيك للحفاظ على هويتك والحفاظ على الهوية يغرس فيك حب المواطنة والانتماء. طبعا أنا استمريت في العمل في مجال الآثار والسنة الثانية أو الثالثة من أعمالي مشاركاتي الميدانية طلب من عندي طبعا من ضمن يعني المناطق طبعا ذكرت أنا أكثر من موقع أثر اشتغلت فيه بعدين رأت الوزارة شاف يعني أنا تولعت بالآثار وصار يعني حتى طبعا احنا في الصيف نتوقف لأن الحر ما يساعد يعني بشكل عام ما يساعد على العمل الميداني في في في, في البراري الشمس ما ترحم ف يعني كنا في الصيف نقوم بعملية صيانة وترميم الآثار المكتشفة وتعلمت الترميم وتعلمت الصيانة والحفاظ على المكتشفات سواء كانت مواد فخارية ولا نحاس ولا فضة ولا كلها مارسناها واشتغلناها. فاقترح علي ان انت ليش ما تدرس توك شباب وكذا
وافقت. قلت طيب أنا. وبالمناسبة كنت متزوج، رحت أدرس وكان أول أبنائي عمره 3 شهور، كان طفل صغير بعده في رعاية أمه. فسبت البحرين ورحت درست في بغداد، فحصلوا لي بعثة الدكتور العراقي عبد القادر الله يذكره بالخير والله يرحمه إذا كان ميت، أو وحي أيضا الله يرحمه. فرحت درست في جامعة بغداد الآثار، وتعرفنا على طبعا أساتذة جامعة بغداد، واشتغلنا وتعلمت الآثار حقيقة يعني أكاديميا يعني، وحسيت بأهميته يعني العمل اللي أقوم فيه له أهمية كبيرة من خلال دراستي في العراق. تعلمت كيف تحلل الأثر، كيف تدرس الأثر، كيف تترجم هذا الاكتشاف إلى ورقة مكتوبة تعني شيء يستفيد منه الآخر من خلال الدراسة في العراق. لما يعني كون آثار حضارتنا حضارة دلمون مرتبطة بحضارات وادي الرافدين أكثر من الحضارة المصرية اللي حضارة الفراعنة أو الحضارات الأخرى، فصارت عملية استيعاب ترجمة الأثر يعني فهم الأثر وتحليل عملية يعني سهلة، وبتوجيه يعني اللي درسون أساتذة على مستوى أستاذ مش دكتور بس في العراق. فتعلمنا كيف تشوف تقرأ الخط المسماري، كيف يعني تحلل هذا الأثر، كيف يعني إيش يعني في كثير من الأمور يعني ما تصدق شلون أنت يعني شلون تنقب شلون يعني. ورحت أنا بعدين العراق بخلفية ميدانية، أيوة، واللي صادف أنا قبل ابتديت أقرأ، وصادف كان عندنا المكتبة الوطنية يسموها مكتبة المحرق الوطنية، اللي هي الآن تحول للمبنى، كان في الأساس مبنى مدير مدرسة الهداية، ومن عقبه تحول هذا المبنى الحين إلى مكتبة تحول. وكان مدير هذه المكتبة، هي المكتبة دي فرع من فروع مكتبة المنامة التابعة لوزارة التربية والتعليم، كان مدير المكتبة عراقي. وأنا من كثر ما أروح واي المكتبة، على طول المكتبة أروح مشي من بيتنا إلى المكتبة أقرأ أشوف التاريخ أشوف كذا، صار عندي يعني حب دي. فتلاقيت مع مدير المكتبة فقال لي انت تهتم وغيره وذي، هذه قبل اروح ادرس، فخلاني اكتب رساله او الى احد الدكاتره في الجامعه هناك في العراق، وارسل لي واحد من كتبه، وهذا الكتاب موضوع عنوانه كتبه على الطين، نسيت اسم المؤلف الحين، هاي دار قريناه في السبعينات. وابتديت أعرف الآثار وأعرف يعني ذي. بعد ما رحت العراق وتعرفت وغيره ودرست يعني صار عندي المام. عموما أنا طبعا انتقلنا طبعا الدراسة، بعدين أنا تركت الدراسة لمدة 20 سنة بعد البكالوريوس. بعدين شفت أنا كثير من الوجوه اللي تيني وأعلمها وأوجهها وكذا من خلال يأخذون شهادات عليا، وكان عمري 50 سنة، وياتني فكرة أروح أدرس من جديد. قلت ما يعقل، هذه أنا معلمة حين يطلع عندي ذيك، أنا يعني مسألة دراسة الدكتوراة والماجستير مش عملية صعبة. والله يوم رحت اللي يقولون لي أنت ما تحتاج ذاك شهادات،
قلت لا بس انت اليوم الناس تتعامل قامت بالشهادة بالمؤهل. فالحمد لله رحت السعودية كملت الماجستير بامتياز وخلصت. حاولنا هني كانت الوزارات الإدارات هني تغيرت رجعنا، وهني مشكلة بعد يعني في أمور شوي ما يقدر الواحد يتطرق لها، لكن للأسف الشديد يقول بعد قلت أنا يعني الآن ماجستير ما درست عين مسؤوليني لازم أخذ الدكتورة. فحاولت مني ومني ومني تيسرت الأمور وحصلت لي بعثة، طرشت على أكثر من جامعة وحصلت قبول في جامعة محمد الخامس. نعم، والدراسة في المغرب تيسرت لي بفضل جهود يعني آخرين. الحقيقة عقد في البحرين مهرجان، إذا سمعت مهرجان أصيلة في البحرين، وحضر وزير الخارجية المغربي. كنت أنا موجود ضمن الناس اللي موجودين، وكنت مسؤول عن التنظيم، التنظيم بدعوة من الأخ الفاضل علي عبد الله خليفة. فتعرفنا على هذا الرجل وزير الخارجية وطرحنا عليه فكرة، عندي ود يعني بودي أدرس في المغرب وكذا، وسهل لي الأمر الحمد لله والله. ورحت أدرس المغرب ورحنا يعني، والحمد لله بعد تخرجنا بتقدير امتياز في مجال الآثار اي مع مرتبة الشرف مني ومني. فمشت الأمور الحمد لله. ين بعد رجعنا هني تبدلت الوزارات، ما أعرف الأجنبي للحين، عطسة الأجنبي وفكر الأجنبي أفضل من فمشكلة يعني. إيه فإيش تقول؟ فتوكلنا على الله، وكنت آي أداوم الصبح وعندي عقود خاصة مع جامعات أهلية، أروح أدرس بالجامعات. فدرست في جامعة دلمون، درست في الجامعة التطبيقية، ودرست في الجامعة الأهلية، ودرست في جامعة البحرين، وأنا على ذمة المتحف. ما عندك عمل، بديت 4 سنوات قعدت بعد رسالة بعد الدكتوراه، والشهادة الدكتوراه مالتي، بقيت في مكتبي 4 سنوات بدون عمل، مع العلم أن أنا الوحيد أول واحد في البحرين يأخذ شهادة الدكتوراه في الآثار، الوحيد وأول واحد، الوحيد والأوحد. ليش ما تدري في الوقت اللي يعني في شغلات ما تعرف شلون تفهمها يعني، ف يعني ما أعرف كيف تترجم يعني، لكن يعني مشكلة يعني. انت شوف الآثار ذي يعني، انا من الآثار بشكل عام هي لازم تحرص الدولة على الاهتمام به، وانا الحمد لله بجهودي وجهود مسؤولتي الشيخة هاي بنت علي الخليفة ما انكرها، ان اعطتني الامان في مسألة ان انت ادير قسم الآثار، ادير الآثار بعد ما صرنا احنا إدارة وصارت هيئة للآثار، مسكت مسألة النشاط التنقيبي، البحث والتنقيب كنت مسؤول عنه، مسؤول عن البعثات الأجنبية، مسؤول عن الفرق التنقيب المحلية، أسست إلى 4 فرق تنقيب بحرينية، شباب بحرينيين، شباب وشابات، درستم التنقيب ودرستم الحفر والتنقيب وكتابة التقارير وتابعت بهم، درستم محاضرات في الأخيام في مقراتنا في الآثار، نخرج صباحا من الساعة 5:30 حتى نبدأ العمل الساعة 6 في الموقع، واستمرنا على هذا النشاط، محاضرات دبريك، محاضرة معلومة جديدة وتدريس، وعندي كل هذه الوثائق محفوظة عندي الطلاب، وكلهم وأغلبهم ذولا الآن وصلوا إلى مرحلة التقاعد ولا بديل، ما فيش بديل، وهذه مشكلة، لأن أنت
خصوصا شيء اللي يتعلق بتراثك وتاريخك. استفيد من الخبرات الخارجية، لكن من يترجم هذه الآثار وقيمتها إلى أصحاب الوطن؟ الآن كثير من علماء الآثار المصريين اكتشفوا الكثير من الحقائق المخالفة للطرح الأجنبي عن تاريخ مصر القديمة وآثار مصر القديمة في كل المراحل التاريخية. وإحنا عندنا مثل حلي وجميل بحريني، ما يحك ظهيرك إلا ظفيرك. فهذه آثار ما في ذي أبد. فلا بد، كان في بالي إن يعني مش فريق، لازم مسألة أن يتولى المسؤوليات دماء بحرينية أصيلة أولا بأول، وتهيئته وإعداده مطلب ذي مطلب وطني. يعني أنا تعلمت كثير من الآثار، العمل الأثري الميداني والعمل في مجال التاريخ والآثار، حسستني بقيمتي وقيمة البلد دي على خارطة العالم. بالنسبة لي خارطة العالم، هالجزيرة ذي نشأت فيها حضارة للحين أنا من خلال التواصل الأكاديمي مع أساتذة أفاضل في عدة دول للحين أتواصل وياهم. هذه الحضارة اللي تتحدث عنها وهذه قيمتها، هل معقولة ما موجودة جامعة للآثار، كلية للآثار تهتم بآثار البطن؟ قريبة، المفروض يكون في البحرين، في جامعة البحرين الجامعة الوطنية فرع، بدال ما يكون تاريخ حديث. كل هذه الشغلات مهمة، لكن أنا أريد أغرس المواطنة في الطالب الشباب اللي جاي. فلا بدي أفتح لي قسم يسمونه قسم للتاريخ والآثار، مو بس تاريخ بعد آثار. الآن علم الآثار، هذه الآثار علم، والآن خصوصا يعني في ذي الفترة الآن في الدورة ذي الحالية أنشئت وزارة اسمها وزارة السياحة، ومن يعني من أهم مقومات السياحة أن الآثار. وعندنا من الآثار وأن كانت بسيطة لكنها مهمة. ليش يسألني واحد يقول لي إحنا ما نشوف آثار؟ أقول له أنت لا تقارن آثارنا بآثار مصر ولا آثار العراق ولا آثار الحضارات الثانية. ذيك حضارات اللي موجود منها حاضر على أرض الواقع ومعالم ومشهور، حضارات ملوك. إحنا في البحرين الطريف أن عندنا حضارة شعب، في البحرين هناك حضارة شعب، هناك الصغير والكبير وجد جثمانا في البحرين مدفون. ما عندنا أهرام للملوك والعظماء، عندنا حضارة أفراد، معناته أن في شعب مو عايش في الوقت الحاضر في مسألة تعايش وتلاحم وطني وكذا. عندنا شعب فهم قيمة المواطن، فهم قيمة العنصر، فهم التعايش بمعنى الحقيقي، لذلك ضمن لأخيه الآخر أن يتمتع بالعالم الآخر في حياة الأخرى وبنعيم الحياة الأخرى. هذا هو مكسب كبير تمام، ما موجود في الوقت عدل، ما تحصله في الحضارات الثانية. حضارات الثانية صحيح مجزأة، والبارز منها والمعلوم منها للفرعون الفلاني، الملك الفلاني، عامة الشعب تمام، والأسرة الفلانية. يقال الأسرات، حتى الأساتذة اللي يدرسون الفترة الفرعونية الفلانية، فترة الأسرات، الأسرة الحادية عشر والثانية العشر والثامنة والعشرين وكذا. احنا ما عندنا أسرات، عندنا من المعابد والمظاهر الأخرى، المعابد الموجودة تثبت بأن هناك في تعدد الديانات وفي تعايش ما بين الديانات. ليش؟ لأن هذه المعابد ظهرت واستوطنت واستخدمت في فترة زمنية واحدة،
معنات ان هذه الديانات كان اصحابها متعايشين متحاببين. لم يقضي واحد على الاخر، لم يقضي اي منهما على الاخر في استمراريه. حتى المواقع الاثريه، التسلسل الطبقي الاثري لاستيطان الانسان يعود الى فترات زمنيه مختلفه. معنات الألفة للمكان وقيمة المكان الدينية والحضارية مستمرة إلى الوقت الحاضر، يعني إلى فترة بناء هذا المعبد من القديم إلى الفترة المتأخرة. ونحن نتحدث عن هذا التعايش مش قبل 100 سنة ولا 1000 سنة، قبل 5000 سنة قبل الميلاد. 5000 سنة مضت الآثار المكتشفة بشكل عام، 5000 سنة. لكن حضارة دلمون ها من الآن 5000 سنة صار لها، يعني آثار دلمون أقصى يعني أقدم حقبة زمنية 2500 قبل الميلاد، مع الإضافة للزمن الحالي يعني تقريبا نوصل إلى حوالي 5000-4000 سنة قبل الميلاد مضت. يعني 4000 سنة مضت، مش عملية سهلة. فمعناته أنت يعني نحن إذا تحدثنا عن التعايش، نحن مؤسسين للتعايش الإنساني من القديم. تمام؟ عندما نتحدث عن الآثار في حضارة عظيمة كحضارة الفراعنة، عن حضارة مصر القديمة نتحدث فقط الفراعنة، على طول نؤشر على الفراعنة. زين، والآخرين بس. تمام؟ عندما تحدث عن العراق نقول السومريين والبابليين والآشوريين، لكن في مناطق وحية. تمام؟ هذا التعايش اللي موجود كظاهرة قديمة وموجودة على أرض جزر البحرين، هني فيها القائمين ها؟ أن أنت تعيش في وطن لجذوره لعمق التاريخي والحضاري.